السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار: النزاهة النيابية تؤشر فشلا في عمل وزارة الكهرباء وتقترح حلا وحيدا. النزاهة صدور أمر باستخدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي. العمل تطلق الوجبة الثالثة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية. شرطة الكرخ تعتقل أصحاب مولدات مخالفين للتسعيرة. توجيه جديد من التربية بشأن الزي الموحد بالمدارس الثانوية. إليكم تفاصيل الأخبار. أشرت لجنة النزاهة النيابية فشلا في عمل وزارة الكهرباء فيما اقترحت التعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة الشبكات. ودعا عضو اللجنة النائب عزيز شريف المياحي في بيان وزير الكهرباء إلى التعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة شبكة الطاقة الكهربائية وخطوط التوزيع والمحولات في المحافظات، مشير إلى أن الإجراءات المتبعة محلياً طيلة السنوات السابقة أثبتت فشلها ولم تحقق أي نتائج. وقال المياحي أن جميع شبكة توزيع الطاقة الكهربائية والمحولات في محافظات العراق تعاني من التهالك، ما أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من طاقتها الإنتاجية والتوزيعية. رغم حجم التخصيصات المالية بالموازنات السابقة، إلا أن تلك الأموال لم تحقق أي نتائج، وكانت نتيجتها هدر المال العام وتراجع عمل تلك الشبكات وتفاقم الأعطال فيها. وأضاف المياحي إن الملاكات المحلية المخصصة لأغراض الصيانة لا تمتلك الإمكانات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الأضرار في الشبكات الكهربائية، وما نراه هي حلول ترقيعية انعكست سلبا على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات. وتابع من منطلق المسؤولية الرقابية والقانونية في دعم البرنامج الحكومي وجهود وزارة الكهرباء، فإننا نقترح حلا وحيدا لا بديل له من خلال التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في مجال الصيانة والتجهيز المحولات، وإلزامها باستكمال جميع إجراءات الصيانة والنصب ضمن سقوف زمنية واضحة لوضع الخطط والمعالجات الفعلية والجذرية لجميع الشبكات بالمحافظات لإنهاء هذا الملف. وتشهد بغداد والمحافظات تراجعا في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في ظل مشاكل ومعوقات ما زالت مستمرة منذ أعوام دون إيجاد حلول جذرية لها. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء صدور أمر باستخدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي بتهمة ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته. وذكرت الهيئة في بيان إن محكمة تحقيق كركوك المختصة للنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستخدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي ومدير قسم أملاك المحافظة بتهمة إقدامها على ارتكاب ما يخالف واجباتها الوظيفية. وأوضحت أن المخالفات تمثلت في تخصيص قطع أراضي، لافتة إلى أن محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستخدام بحق المتهمين استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الأربعاء إطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات. الأسدي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين قال: نعلن اليوم إطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية بواقع 64,000 أسرة في بغداد والمحافظات، وسيتم نشر الأسماء على مواقع الوزارة الأحد المقبل، مبينا أنه أعلننا سابقا الوجبة الأولى بواقع 121,000 والثانية بواقع 6,000 أسرة مشمولة بالحماية الاجتماعية، وسبق لهيئة الحماية الاجتماعية شمول 492,000 أسرة منذ 1/10/2022. وأضاف أن 62,000 أسرة استلموا الدفعة الأولى من الإعانة النقدية ضمن الوجبتين الأولى والثانية التي أطلقناها سابقا، وأكثر من 100,000 أسرة ستستلم الدفعة النقدية الأولى من الإعانة ضمن وجبة الحماية الاجتماعية للشهر آب. بالإضافة إلى أنه أكملنا إجراءات البحث الاجتماعي 1,500,000 أسرة ومستمرين بالعمل لحين إكمال جميع المتقدمين للشمول. وأشار الوزير إلى أن إكمال إجراءات تحديث البيانات 5,871,000 أسرة لغرض منحهم السلة الغذائية، ومجلس الوزراء أصدر قراراً يثبت ضرورة تخصيص 1% من الرسوم والغرامات كافة لصالح صندوق الحماية الاجتماعية. أما فيما يتعلق بمحافظة صلاح الدين، قال الأسدي: نعلن اليوم إطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالإعانة الاجتماعية في محافظة صلاح الدين بواقع 3,561 أسرة، وأعلننا سابقاً عن شمول 15,000 أسرة ضمن الوجبتين الأولى والثانية في محافظة صلاح الدين،
وأتمنى إجراءات البحث الاجتماعي ل 71,600 أسرة، وأصبحت جاهزة لإصدار البطاقات الذكية في الوجبات القادمة. وتابع، سيتم إكمال إجراءات البحث الاجتماعي 13,299 أسرة في المحافظة، وأتمنى إجراءات البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين للشمول من النساء في المحافظة. بالإضافة لأنه تم إكمال إصدار البطاقات الذكية لأكثر من 1,000 ناسح من المحافظة في أقليم كردستان، وأكمل الأسد أن أكثر من 78,000 أسرة ستستلم الإعانة في محافظة صلاح الدين، وهو الأعلى في تاريخ هيئة الحماية الاجتماعية، لافتا لأنه سنفتتح بناية جديدة لقسم المرأة في المحافظة خلال أسبوعين من الآن. أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ اليوم الأربعاء إلقاء القبض على أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة الأمبير المحددة في العاصمة، وذكر بيان للقيادة أن مفارس قوة من فوج الطوارئ الكرخ الرابع تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من أصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير المحددة في بغداد. وأوضح أن عملية القبض نفذتها القوة بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني وناحية المأمون ولجنة الطاقة مساء أمس، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود تشكيلات قيادة شرطة بغداد الكرخ لمتابعة أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية المخالفين لتسعيرة الأمبير المحددة في العاصمة. أصدرت وزارة التربية توجيها جديدا بشأن الزي الموحد بالمدارس الثانوية عدا أقليم كردستان، وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 6/7/2023 أن الوزارة تبلغ إدارات المدارس الثانوية كافة باعتماد الزي الرسمي الموحد في المدارس، مشيرة إلى أن زي الذكورة البنطلون الرصاصي النيلي الأسود الجوزي والقميص الأبيض السمائي والأناث الصدرية والقميص بالألوان المذكورة أعلاه.